السلام. مساء الجهة الكرام، توصلنا بشكاية مفتوحة من جمعية سيدي الحبشي للتنمية المجالية. هذه الشكاية المفتوحة التي وجهت لعدد من المسؤولين بما فيهم السيد عامل صاحب الجلالة على عمل الصلاة ووالي جهة الرباط الصلاة القنيطرة. الساكنة تشتكي وتحتج بخصوص معمل يسبب لها العديد من الأضرار ويفتك بالساكنة والبيئة في دوار البراهمة دائرة عمل سلا. نعم، أستاذي الاسم الكريم. سقى إبراهيم، عضو في جمعية السيد الحبشي للتنمية المجالية. هذه المعامل تشكلوا خطر لا على البيئة ولا على الساكنة، لذا احنا كجمعية تنشطوا في دوار البراهمة عامر، قمنا بمقاضاة هاد الشركات وتم إيقاف أو إغلاق هذا المعمل. لم يتم إغلاقه. نعم. هو كان صادر قرارات بالإغلاق. نعم. ولكن لم تنفذ. نعم. والمحكمة كانت قررت رفض الدعوى بعدم الاختصاص. وحنا مازال ان شاء الله تابعين الموضوع، يعني تيوصل لحد ديالو. نعم. ماذا يشكل؟ هل يشكل خطورة؟ هل هناك أضرار للساكنة؟ نعم، يشكل خطورة للساكنة ولا على البيئة، لأن الأبخرة اللي تطلق بإعادة تكرير الزيوت. نعم. تكرير الزيوت في حي سكني. في حي سكني، نعم. ليس هناك حي صناعي هناك. لا، ليس حي صناعي، لا. نعم. نعم. السيد حمد رئيس. نعم. لو تقرب القارئ الكريم ولو تقرب المشاهد من هذا المشكل الذي يؤرقه الساكنة. هناك مشكل كبير، ماشي غير من ناحيه الصحه والسلامه ديال المواطنين اللي قرابين حداه، بل كيشكل خطوره على الارض بصفه عامه. يعني جميع سكان الارض كيتضروا من هذه المصانع، لانهم كيقيسوا الفرشه المائيه وكيقيسوا الهواء اللي كنتنفسوا اللي كيفرضوه علينا باش نشموه، كيدخل عندنا ماشي حتى القلب ديورنا بل حتى القلب الصحه ديال الانسان. هاد المعامل هادو كينشطوا في تكرير الزيوت المحروقه، تكرير الزيوت المحروقه اللي كتخدم بمواد كيماويه سامه قاتله، منها لاسيد سلفوريك ومنها لاسيد نيتريك ولاسيد سيتريك اللي كيعرفوه الناس الخبراء ديال الاوبئه، لانه ماده سامه ما كتفككش بسرعه في الهواء بل كتنتقل لابعد مسافه. اللي كيضروا منها ماشي السكان اللي قرابين، الا ما كاين الناس اللي بعاد وكيشموا الريحه وما كيعرفوهاش ديالاش، كيعرفوها حتى كيمشيو للسبيطار كيقولوا لهم راكم عندكم الحساسيه. هذه ماشي حساسيه، هذا كونسير كيتسارى في السماء. هذه اتهامات خطيره السي احمد اللي تقول. هذا سرطان كيتسارى في السماء، لانهم ما قدروش يديروا تحاليل الهواء. هما المصنع تفرضات عليه باش يدير تحاليل الهواء والفرشه المائيه اللي تدمرات، ويديروا تحاليل التربه المجاوره. لهذا انا كنطالب من وزاره بعدا، اولا وزاره الفلاحه باش تدخل، لان كاين الخضار كتسقى من الابار، من مياه الابار المجاوره، كاين خضار، كاين فواكه، كاين اشجار كتسمم. يعني المنتوجات الفلاحيه ديال دوار ابراهيمه كلها خصها دار لها تحاليل. حنا ماشي غادي نطالبوا، لان كاين الناس، كاين الوزراء، كاين الناس مسؤولين اللي خصهم يديروا هذه المسائل هذه. واش بلغتي المسؤولين هذا الاختلال؟ انا بلغت على الفرشه المائيه، لانهم رجال دارك البيئه جاوا وخذوا الماء هذه في تقريبا قبل رمضان بواحد الشهر، والنتائج ما توصلناش بها. دابا مؤخرا هذا الاسبوع هذا مشيت لعندهم، قالوا لي دير طلب عند السيد وكيل جلاله الملك باش تاخذ النتائج. انا في هذا الاسبوع الداخل ان شاء الله غادي نحط الطلب ديالي باش ناخذ النتائج ديال الابار ديال المياه اللي كيستهلكوها الناس، اللي كتسبب خطر كبير.
لان الفرشه المائيه ما تقدرش تحكم عليها فين غادي الماء. اي انسان كيستهلك الماء ديال البيار راه كيضر. هذه من جهه، من جهه اخرى كان انا باقي ما حطيتش الطلب لانني كثروا عليا الطلبات بزاف والشكايات. توجهت برساله الى مؤخرا من 2011 وانا بالشكايات، وكاين تقرير كرونولوجي مفصل على الخطوات اللي قمنا بها. توجهت مؤخرا للشكايه عامل عماله سلا، شكايه الى والي الرباط سلا قنيطره، شكايه لالتماس التدخل لصاحب الجلاله اللي اتصلوا بها في شهر 5 اللي ما جاني حتى شي رد، شكايه اخرى ملف خاص راسلت به جمعيه لالا حسنا، مؤسسه لالا حسنا لحمايه البيئه، مؤسسه محمد السادس لحمايه البيئه، توصلوا هذا تاريخ التوصل، اشهاد بالتوصل، باقي ما شفت حتى شي تدخل من اي جهه، لاننا حنا الان في القضاء والقضاء فوق كل شيء، وكنترجاو من الله وعندنا ثقه كبيره في القضاء باش ينصف هاد المواطنين، هذا واحد العدد كبير ديال المواطنين اللي مضرورين. نعم، ارسلتم لنا عريضه مديله فيها ما يزيد على 90 توقيع. نعم، درنا دخلت الصحافه المكتوبه والصحافه الالكترونيه، كنطلبوا من الله تسمع الصوت ديالنا. مشيت لوزارة لأنه ما عنده حتى شي ترخيص بالنسبة لذاك التيتر اللي عنده دابا في المصنع. هذا الرخص عنده قديمة، ماشي في هذه الأرضية اللي حط فيها دابا الوزين. إذا بينا كنتفاجئوا بواحد الترخيص لمعالجة النفايات الخطيرة. هذا الوزين هذا هو خصو وزين آخر اللي يعالج ليه النفايات ديالو. هاد الناس كيجيبوا التربة من كانوا كيستوردوها قبل من سوريا، دابا كيحولوا الارض من مراكش كيجيبوها لسلا كيوسخوها بالزيت كيلوحوها في البيئه ما بين الرباط وسلا. واش بلغتي وزاره البيئه بهذا؟ وزاره البيئه هذا اجتهاد، خصهم يجتهدوا هما لانهم عارفين هما هذا الموضوع هذا، وعارفين هذا النشاط شنو كيستعمل، وعارفين هذا لاسيد اللي كيستعمل، وعارفين التربه اللي كيستعمل، خاصهم يشوفوا هذه التربه فين كتمشي. نتوما كساكنه ما تلجئتوش للخدمات ديال شي خبير وديال لكم شي تقرا؟ الخبير فرضات عليه الدوله، لجنه مختلطه اللي خرجات وعينت المنطقه فرضات عليه خبره ديال المختبر الوطني الخاص برصد التلوث التابع لكتابه الدوله. هاد الناس هادو ما امتثلوش، مشاو داروا طلب للمحكمه، جابوا واحد الخبره لمواد صناعيه، لخبير في المواد الصناعيه كيوصف لهم الوزين شنو الماتيريال اللي فيه، ما كيقولش النسبه ديال الضرر، ما عطاش النسبه التلوث ديال الهواء، ما عطاش النسبه التلوث ديال الفرشه المائيه، ما عطاش التلوث ديال الارض. نعم، الجماعه ديال عامر ليها تتواجد هذه الوحده الصناعيه بالتراب ديالها. نعم، اشنو دارت؟ قائمه بالمجهود ديالها، عطات واحد القرار قوي، يعني وصلوا للقرار ديال الاغلاق، فرضوا عليهم قرار الاغلاق وعطاهم واحد المهله لان ما يمكنش يتعسفوا عليهم، خصهم يثبتوا داك الشيء علميا، عطاهم واحد المهله باش يجروا خبره. هذه الخبره هي اللي ما تجراتش، اللي ما يمكنش وزاره البيئه دير تحاليل السم، هذا لاسيد، هذا راه السم، ما يمكنش نحلوا السم، اي واحد تقول لي هذا لاسيد واش يقدر يشربه؟ ما يمكنش. هل من الرساله، اش هي الرساله اللي تبغي توصل وتبلغ للمسؤولين؟ المسؤولين انه كل واحد يدير الدور ديالو بنزاهه وشرف. اذا وتطالبون بالاغلاق، هذا في اغلاق الجذري والفوري، ويديروا لهاد الناس، حنا ماشي نتعسوش عليهم، حنا ماشي ضد تشغيل اليد العامله، يشوفوا هاد النشاط هذا واش ممكن يتمارس بهذه الطريقه هذه. وكنقدم لكم الناس اللي عندهم كلمه في هذا الموضوع من طرف السكان. اسم كريم. اسم كريم ايوب الحفياني، بصفتي مواطن مغربي كناش المسؤولين باش يرفعوا علينا هاد الضرر، لان هاد الشركه ديال الزيوت المحروقه راه قتلونا في صحتنا بزاف بزاف، كثر من القياس الانسان راه كينعس بالليل باش يشم هواء نقي.
وينعس مرتاح، وحنايا كنعسو على هذا الهواء اللي قاتل اللي قتلنا في الذات ديالنا وفي الصحه ديالنا بالليل وبالنهار، ولوت لنا الفرشه المائيه ديالنا اللي كنشربوه، حتى الماء اللي كنشربوه ملوت. وبغيت نخبر بالعلماء باللي ان اصلا هاد الرائحه ديال الزيوت كتوصل حتى للقصر ديال سيدنا راه ما بعيدش عليه القصر بزاف، وهاد الريحه راه كتوصل ليه وكتادي حتى هو معانا، وحنا راه مادين بزاف وكنطلبوا من المسؤولين يرفعوا علينا هاد الضرر هذا. وكنوجه الكلمه لاحد المواطنين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم نور الدين حرفي، عن ساكن الدوار علي الحبشي، قيادة البرهما، مدينة سلا. أنا من مواليد سنة 1957، مستوى الدراسي الثالثة من التعليم الثانوي، انقطعت عن الدراسة سنة 1975 ميلادية، واستجبت للخطاب الذي وجهه الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله إلى الشعب المغربي للتطوع في المسيرة الخضراء سنة 1975. كان عمري إذاك 18 سنة. شاركت في معركة سلمية وهي المسيرة الخضراء، وبقيت وفيا للعرش العلوي المجيد إلى الآن. أحب وطني، أحب شعبي، وأحب ملكي. عاش الملك. نحن ساكن الدوار علي الحبشي، سيدي الحبشي، البراهما سالا، رجال ونساء وأطفال، نشكو الظلمة والفساد، كما نشتغيت في نفس الوقت من القتل البطيء الذي يستهدفنا نحن سكان دوار علي الحبشي ودوار زعير وأحياء أخرى، فسادا يستهدفنا في أعز الثروات التي نملكها وهي البيئة بما فيها الهواء، الجو، والفرشة المائية، الماء أي الذهب الأزرق. فنحن نملك القوت ونملك الأمن، نملك القوت ونملك الأمن، لكن صحتنا في خطر. فهل من منقذ؟ فهل من منقذ؟ الأسباب معروفة ومكشوفة. هناك معملان لتكرير الزيوت التي انتهت صلاحيتها بعدما نزعت من أجواف محركات السيارات عند الميكانيكي، عملية الفيدونج المعروفة. تعبأ هذه الزيوت في براميل وتنقل للمعملان اللذان بجوارنا، فتحرق الزيوت بهما ملوثة الجو ومخلوطة بمواد حمضية سامة. وهذه البراميل المتبخرة في ناحيتنا ستسبب في تلويث الفرشة المائية لمدينة سلا والرباط، ويمكن أن تتأثر بها جهات أخرى. نترك هذا للمختصين في هذا المجال. ومما يزيد الوضع مأساة أن هذه الأحياء تنقصها البنية التحتية والأساسية من صرف صحي وماء صالح للشرب. كل هذا جعل من المكان بؤرة للأمراض والجراثيم. أنقذونا، أنقذونا، أنقذونا. جراء هذا العمل الذي يستفيد منه 3 أفراد أو 4 وبعض العمال المسحوقين بخنق الجو، يختنق الجو البراهمي، يختنق الجو البراهمي جراء هذه الأعمال. فأصبحنا أمواتا أحياء، واختنقنا ليلا ونهارا. الناس تنام وتخلد للراحة، ونحن نعيش كأننا نسكن براميل الزيت المعروف. الكل مريض ويشتكي. جميع الأجهزة التي عندنا في الجسم تأثرت جراء هذا التلوث. نحذر من العواقب السلبية بسبب هذان المعملان، ففيها تأثير نفسي وصحي وبيئي. أنا
ولات عندي ماده ناقصه في المخ، الوراق كاينين هنا، وكنعمل الدواء طول الحياه طول العمر. اذا هذا مرض مزمن. في النوم كنشموا الرائحه، عندما كنبغيو نخلدوا الراحه وننعسوا كنشموا الرائحه كتجينا عند الانف. فقر الدم تصبنا به وداوينا، ولينا داكشي اللي كنبغيو ناكلو كنديو للفرماسيان. فنحن ننعم الحمد لله بالقوت والامن، فاحفظوا لنا صحتنا وارفعوا عنا هذا الحيف، واردعوا من يتاجر بصحة المواطنين. هل من منقذ؟ وأخيرا نشكر صادقين كل فاعل خير يلطف الأجواء. نحن الساكنة رجال نساء وأطفال وجمعية، الكل يشكر السلطات المحلية وجميع السلطات المعنية التشريعية والقضائية والتنفيذية. نشكر ونتمن مساعيها، كما نرفع ولاءنا واعتزازنا لمولانا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سائل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يبقيه ذخرا لهذا البلد الأمين، والحمد لله رب العالمين. شكرا على الإضافة. السيد القدوري أحمد من مواليد 75 قريبا، تنعمل بالليل، يعني الليل كامل كان تفايق. انا كنخدم بالليل ما كنجي حتى ليك 3 4. هاد الساكنه اللي هي بجوار سيد الحبشي السفلى وسيد الحبشي العليا، هادو كلهم كيعانيو من هاد المساله ديال الزيوت المحروقه سنوات هذه، يعني حدث ولا حرج. بزاف الناس اللي ما كتعاني، كاين الناس اللي كان بالليل تنجي تنصيبهم فايقين كيكحوا برا في الزنقه، كتسالو كيقول لك اودي خنقني هاد الزيت المحروقه اللي هي كتنبع من هاد الوزينات اللي حذانا. وانا من ضمن الناس اللي هو مادي ولدي النيت ها هو القدوري سعد، ما كيتزاد فيه حتى شي كيلو كاع لمده 6 شهور 8 شهور، ما كيتزاد فيه حتى نص كيلو ما كيتزادش فيه. داوينا درنا الروابز درنا تامل، كيتخنق لينا كنديو نديو الاكسجين، ولكن نفس المصيبه كتتكرر لينا في كل ليله. كل ليله السيد كل ليله كيتخنق لينا، والضبابه رابطه علينا حنا العوض فاش نعسو ونشنشقوا هواء نقيه، تنشنشقوا ذاك الهواء دخان اسود مضر. وعديد من الناس مثل هذه الحالات اللي كنتكلموا عليها. ومن ضمن هذه المساله هذه اللي هاد الناس هذو كلهم اللي هما شادين علينا حنا كما تكلمنا من الاخ دابا نيت هاد المالين الوزينات، ما كيمتاتلوش للقضاء ولا حانين روسهم ولا باغيين يستسلموا، لا، يعني واقفين ضد هذا الشعب اللي هو ماشي حومه في حومه في حومه، حومه ديال دوار الحبشي السفلى وحوي الحبشي العليا ودوار عمر ولا هذا حومه ديال زعير. يعني حنا احياء ماشي حي واحد كنتكلموا، كنتكلموا على احياء، خمسه ديال الاحياء كلها كتضرر من هذه السموم اللي هي نابعه من هذا الوزين. راكم تتعلموا ان الزيت المحروقه شنو العوامل اللي كدير، لا بالنسبه للبيئه ولا بالنسبه للفرشه المائيه ولا بالنسبه، وعديد من الناس هذه الحالات هذا وكثير. اخويا السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. ادريس الشرفي طيبي، سميتي الشرفي طيبي. هادشي ديال الزيت المحروق راه طحناه لكنا مزيان، واعر صعيب، تيخلق لنا النفس ديالنا ما تيخليناش نتنفسوا، هو ديالو صعيبه بزاف. وهاد الناس ما تيعانيوش باش يحبسوا علينا شي حاجه، طالعين علينا ليل ونهار ليل ونهار، دائما خدامين ليل ونهار خدامين، مثل تنعس لها بنهار بليل وتقول دائما مكرفس دائما مكرفس من بدري. هاد كرهنا مزيان. السلام عليكم. السلام عليكم. اسم ديالي سعيد أسعيد، ساكن بمدينة سلا دوار البرامة عامر سلا. نحن كسكان دوار البرامة كنعانيو من رائحة الزيوت الكريهة. هاد الشركات هادو كيتسببو لنا أمراض اللي هي خطيرة في الصحة ديال الإنسان. وأنا كذلك عندي الأب ديالي كيعاني من مرض أزماتيك، عندي يومين في السيمانة كندير السبيطار باش يدير الأكسجين، وهاد الشركة هادو كيخدمو ليلا ونهارا. ديما كل 3 الصباح بحال هكا تنفيق رائحة الزيوت كتسار على الحي ديالنا بأكمله.
حنا كنطالبوا المسؤولين ديالنا.